يا علي عيونك محطات عشق بها الغويبات فجر كل الحمامات غوبش من شيبتك يا حلم بظنوني مفروش غفى وغطاها الرموش وفو جملها الايام ضوى من ضحكتك ضوى من روحي حناية خبز رادت جفوفك حرس بالمطر وجهك على ايامي خضار بالمطر وجهك على ايامي خضار للمهد نغوهلي امي باسمك يا علي سولفوا بيك عليك قلبو عشقتك وعشقتك اللهم ارزقنا حب علي اللهم ارزقنا حب علي اللهم sí porque había leído durante el cuando uno llega a un país intenta informarse de todo lo que había y conocía esta ciudad y lo que suponía pero me ha impresionado mucho más verlo de cerca عندما قررت المجيء للعراق للعمل قرأت عن العديد من الأشياء في العراق وقرأت عن الإمام علي ولكن اليوم اندهشت لما شاهدته مكان رائع